مرحبا بكم متابعينا. إثر الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في حل البرلمان واللي كانت يوم 25 جويليا الفارط واللي جمد فيها صلاحيات كل أعضاء مجلس النواب ورفع عنهم الحصانة، القى الرئيس قيس سعيد انتقاد كبير من الأوساط الدولية كيف أمريكا وألمانيا وفرنسا اللي اتخذوا موقف مضاد للرئيس قيس سعيد في بدء الأمر. لكن بعد فترة اتغيرت مواقف كل الدول هذه وأصبحت تدعم الرئيس قيس سعيد في كل إجراءاته، وأيام التالي يتلقى الرئيس قيس سعيد مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي تبادلوا فيها قضايا تخص العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي والمالي والتعاون بين البلدين في كافة الميادين. وأوضح الرئيس قيس سعيد جملة من المواضيع من بينها خاصة المراحل اللي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع اللي تعيش فيه تونس اليوم. وأوضح الرئيس قيس سعيد إنه ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية أذانا صاغية في الظاهر، ولكن الناس هذه اللي تشيع الأكاذيب والمخالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي. هذا اللي خلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم كل الدعم للبلاد التونسية ومساندته لقرارات الرئيس قيس سعيد، ويأكد أنه باش يقوم دعم البلاد التونسية في المجال الاقتصادي والمالي والتنموي. وعبر إيمانويل ماكرون عن تفهمه القضايا والصعوبات اللي تمر بها تونس وعن الناس اللي تحاول الإطاحة بالبلاد التونسية، وأكد أنه فرنسا باش تقوم بدعم تونس في الأيام القادمة ماليا وبقروض قد تخرج البلاد التونسية من الأزمة اللي هي فيها اليوم. اللي وشكر الرئيس قيس سعيد نظيره إيمانويل ماكرون عن وقوفه ودعمه الدائم للبلاد التونسية، وأكد أنه السيادة باش تبقى للشعب ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن ينصب نفسه مشرعا في ظل قوانين وضعت على المقاسات لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي. نشكر الدعم الدائم لفرنسا للبلاد التونسية، وإن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس. وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.